التحديات اللي بتواجهها مصر لأجل إقرار عملية شاملة للسلام في المنطقة، بالتأكيد احنا بنتكلم هنا على هذا الصراع، الصراع العربي الصهيوني، وحجم التحديات الدولية أو المعوق الدولي اللي قدام مصر. طيب خلينا نشوف انه قبل 7 اكتوبر وبعد 7 اكتوبر. قبل 7 اكتوبر موقف مصر ثابت طبعا، من ولم يتغير بالمناسبه بتغير اي رئيس او عهد. في ثوابت اساسيه في الموقف المصري حتى من ايام الملك فاروق. يعني الملك فاروق هو اللي بعت قوات مصريه تحارب في 48، وحاربنا في 56 و67 و73، ثم خط معركه سلام، مفاوضات، لم يتغير الجوهر. صحيح. قد تكون الوسائل قد تغيرت، لكن الجوهر انه عدم إقامة دولة فلسطينية خطر حقيقي على أمنك القومي. عدم وجود سلام حقيقي خطر حقيقي عليك. وبالتالي انت بعد 7 اكتوبر او قبل 7 اكتوبر للأسف الشديد كان في موجة حصلت في المنطقة العربية ادت اسرائيل يعني هدايا دون ان ناخذ في المقابل ليها حاجه. وبالتالي وصلت قناعه للاسرائيليين انه ضروره فصل المسار ما بين اقامه العلاقات الدبلوماسيه والاقتصاديه مع بعض الدول العربيه، وان يكون مقابل ده تحقيق الدوله الفلسطينيه. ده تطور كان خطير جدا. ربما طبعا الدول العربيه عملت ده بحسن نيه سعيا الى السلام، انه ده قد يشجع الاسرائيليين على ان يسلكوا طريق السلام. لكن الرسالة اللي وصلت لبعض كان طبعا في حاجة سيئة جدا، ان اسرائيل تشهد عدم استقرار سياسي بالمرة. اتعملت 5 انتخابات تقريبا في اقل من 6 سنوات او 4 انتخابات في 5 سنين، والانتخابات وكانت دايما بتبقى 59-61، الكنيسة 120 عضو، فلو عضو غاب او مات او حاجات الائتلاف كله بيهتز فبتعيد الانتخابات. لكن الانتخابات الأخيرة اللي حصلت من حوالي 2 سنين أفرزت شبه راحة لائتلاف يمين يقود من يمين نتنياهو في 64 عضو، لكنه يضم أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، حتى بالمقارنة بحكومة زي حكومة مناحم بيجن أو حكومة بن نوريون في بداية. صحيح. إسرائيل. فالنتيجة دي أنه هذا الائتلاف جاي ببرنامج سياسي. البرنامج السياسي ده بيقول يعني كما ألمح أكثر من عضو أن إحنا قدام الفلسطينيين، ومنهم طبعا اسمه توريتش احد يعني وزير الماليه الحالي وهو قائد حزب الصهيونيه الدينيه، ان بيقولوا قدام الفلسطينيين 3 حلول لا رابع لهم: اما القبول بالعيش درجه ثانيه في اسرائيل، دوله اسرائيل الكبرى من النهر الى البحر، من نهر الاردن الى البحر المتوسط، او الرحيل عن فلسطين الكبرى، او القتل. هذه هي الفلسفه الرئيسيه. وهذا الرجل وزير امن الداخلي ومعه بن جفير وزير الماليه ووزير الامن الداخلي بن جفير بيسلح المستوطنين علنا عشان يقتلوا الفلسطينيين ويطردوهم. وبالمناسبه ما يحدث في الضفه هو اخطر بكثير مما يحدث من غزه، لكن العمق ووحشيه العدوان في غزه صرف الانظار الاعلاميه عما يحدث في الضفه. ففي مخطط بيتم تنفيذه، العالم لم يكن يلتفت الى هذا الامر. ماشي. فده خطر انه الحكومه الاسرائيليه مش بس هي نتنياهو، عشان احنا بعض العرب يقع في خطا كبير ان المشكله في نتنياهو. لو اختفى نتنياهو غدا ففي 100 نتنياهو غيره. صحيح. في الحكومات الاسرائيليه من سنه 96 لحد النهارده غالبيتها حكومات يمينيه تنتخب بنيامين نتنياهو طول الوقت، وتنتخب الليكود والاحزاب اللي حواليه. طيب نتنياهو راح للكنيسه من فتره لما امريكا وبريطانيا ألمحوا ان هم ممكن يعترفوا بدوله فلسطينيه، وراح مصوت على مين اللي موافق على دوله فلسطينيه. كل الاحزاب الاسرائيليه ما عدا طبعا الكتله العربيه صوتت بلا للدوله الفلسطينيه، بالمناسبه بما فيهم بيني جانتس ويائر لابيد وغادي ايزنكوت وكل القوى السياسيه المصنفه معتدل. دي مواقف حاكمه اساسيه. في دعم امريكي مفتوح وغير مسبوق، حتى افضل اكثر من الدعم الذي قدمه الامريكان في لاسرائيل في 73 او في مراحل كثيره جدا. دعم الماني، دعم بريطاني، لكن مع استمرار ده واقع. فبالتالي اسرائيل هي الطفل المدلل للعالم العربي. اللي العالم الغربي. طبعا ده بيعوق انك انت تعمل، طالما ان هي شعره ان هي فوق القانون، لما محكمه العدل الدوليه تدينها ومحكمه الجنائيه الدوليه تطلبها للتحقيق وقادتها، وهم يقولوا سنفعل ذلك وسنكمل العدوان مع او بدون المحكمه العدل، او مع حتى لما بايدن
مرة حب يعني يمتص الغضب الدولي والرأي العام الداخلي عنده، قرر ان هو يوقف شحنة أسلحة، يجمد شحنة أسلحة. قال لك سنذهب إلى رفح مع أو بدون الصفقة، أو بالأسلحة الأمريكية مع أو بدون بايدن، مع أو بدون محكمة العدل، مع أو بدون المحكمة الجنائية الدولية. ده يعني يقول لك سادر في غيه، يعني الراجل مش همه حاجة، عندهم إحساس، عندهم قناعة إن هم فوق القانون. بيطالبوا بايدن إن هو يعمل عقوبات على محكمة العدل ومحكمة الجنائية الدولية وعلى الأمم المتحدة، وبيتهموا غوتيريش إن هو راجل معادل للسامية. طيب اذا يعني بهذا المنطق، هذه دوله خارجه، دوله منبوذه وخارجه عن القانون، وتشعر ان هي لا يعني تأبه باي شيء، فدي واقع. لكن ايضا بدات الولايات المتحده تدرك، ودي النقطه الثانيه اللي هو قد يسهل مهمه الدول الراغبه في السلام ومنها مصر، انه البايدن والاداره الامريكيه في دعم، بالمناسبة الكونجرس الأمريكي وجه دعوة مشتركة لنتنياهو لكي يذهب ويخطب أمامه، ودي سابقة حصلت 3-4 مرات قبل كده، منها أيام بايدن، أيام أوباما، أيام أوباما، وراح تحدي لأوباما وأوباما لم يغفرها له، إنه راح خطب في الكونجرس وقلب الكونجرس، والكونجرس معظمه معادي للأسف الشديد للحقوق الفلسطينية، ومعظمه مؤيد لإسرائيل. في واحد اسمه ليندسي جراهام، طبعا معروف طبعا زعيم الأقلية الجمهورية في الكونجرس، الراجل قال لهم، قال فلتذهب محكمة العدل إلى الجحيم، وقال كلام في حق الفلسطينيين والعرب كلام غريب جدا، ويدعم الإسرائيليين هو وآخرين كثيرين. مايك جونسون زعيم رئيس مجلس النواب قال كلام عنصري في ذكرى إنشاء إسرائيل 15 مايو. نيكي هيلي اللي هي رئيس اللي هي ممثلة أمريكا في الأمم المتحدة في عهد ترامب، راحت مضت على قذيفة صاروخ كتبت عليها كده اجهزوا عليهم، وبتقول لهم احنا معاكم، صاروخ موجه للفلسطينيين او اللبنانيين. ده واقع موجود من زمان جدا وبيترسخ، لان اسرائيل لها سيطرة قوية جدا في الغرب. هذا الواقع بدأ يتحلل، بدأ يقل قليلا مش ينتهي، لانه فيه مهم جدا واحنا بنحلل ده. هذا الواقع أمريكا بدأت تشعر أنه هذا تبدير نتنياهو للمنطقة خطر على المصالح الأمريكية، قد يعطي فرصة أكبر للصين وروسيا، يخفف الضغط على روسيا في أوكرانيا، يتيح فرصة للصين للسيطرة الاقتصادية وعدم المواجهة. أمريكا مفروض بتقول قضية الرئيسية هي الصين. فده اللي خلى ربما بايدن يطلع يوم الجمعة اللي فاتت ويعلن المقترحات، وفيها حاجة غريبة جدا، بيقول دي مقترحات إسرائيلية، وإسرائيل لحد الوقت لم تقر أنها مقترحات إسرائيلية. الأمور متداخلة. هناك ما معتقد أن ما أعلن يوم الجمعة أنه بداية ضغط أمريكي على إسرائيل لتقبل بالصفقة التي أعلنها بايدن، لأنه نتنياهو قد يشكل خطرا. هنا أظن مصر لعبت دور مهم أيضا في حشد هذا الموقف الأمريكي، تغيير الموقف الأمريكي، حشد بعض المواقف الدولية لضرورة الوصول إلى حل، لأنه استمرار هذا الأمر خطر على المنطقة بأكملها.